هنتكلم في الفيديو ده عن السيزميك بروتكشن. الفكرة في السيزميك بروتكشن إن في وقت الزلازل، لما بيبقى فيه زلازل في المناطق طبعا اللي بيبقى فيها زلازل، اللي بيحصل إن بيحصل اهتزاز للوولز أو الستراكشر إيليمنتس الموجودة في المبنى، وده طبعا ممكن يأثر على مش بس الفاير بروتكشن سيستم، ممكن يأثر على البايبنج والدكت، ودي طبعا بيبقى ممكن نناقشها في فيديو تاني. بس الفيديو ده بنتكلم عن الفاير بروتكشن بايبنج، ازاي ان احنا نحميه من اثار الزلازل او وقت الزلازل. يعني هي الفكره ان لما الاليمنتس بتاعه المبنى بتتحرك، البايبنج المفروض او البايبس المفروض انها تبدا تتحرك مع المبنى كريجيد بودي، يعني هي تتحرك بنفس الحركة بتاعة المبنى علشان نحافظ على إن الفيتنجز أو يعني الكونكشنز اللي ما بين البايبس ما تفكش أو يحصل فيها كسر، لأن يعني ده طبعا ممكن يدمر شبكة الحريق، خصوصا إن ده بيبقى وقت كارثي. ممكن بيبقى مثلا الناس بتهرب من المبنى أو عايزين يعني يخرجوا بره المبنى، فما نلاقيش كمان إن في ووتر جاية نتيجة كسر بايبس إن هي ممكن تدمر مبنى زيادة. عشان كده لازم بنعمل سيزميك بروتكشن. طيب هو ان بي 13 في شابتر خاص بيه السيزميك بروتكشن، وطبعا في ان بي 13 فيرجن 22، يعني كتبنا هنا كده فيرجن 22، هنلاقي ان هم عاملين لها شابتر منفصل للحماية من الزلازل. طيب هل ان بي 13 بيقول لك امتى تعمل سيزميك بروتكشن ولا او ما تعملهاش؟ لا، ما بيقولش الكلام ده. طبعا دي بتبقى حاجة بنرجع فيها لحاجتين مهمين جدا، البيلدينج كود والاثوريتي هافينج جورسديكشن اللي هي الخاصة بالبلد، او الاثوريتي اللي هتعتمد نظام الفاير بروتكشن هي اللي هتقول لك نعمل سيزميك بروتكشن ولا لا. طيب لو قال لك هتعمل هنمشي على ان بي 13، مش هتعمل خلاص يبقى كل البوينتس اللي في ان بي 13 شابتر سيزميك بروتكشن نوت ابليكابل على الفاير بروتكشن سيستم. فهو بيقول لك ان decision to require protection of a sprinkler system او اي ميكانيكال سيستم against earthquake forces is generally stated within هتبقى within a building code او authorities having jurisdiction. طيب برضه بتعتمد عليه كمان على ال past seismic activity in the area، المكان او المدينة اللي هيبقى فيها المبنى ده، هل هيبقى ليها تاريخ فيه الزلازل ولا لا، مكان المشروع وطبيعة الأوكيوبانسي بتاعت المبنى. يعني لو مبنى مثلا مش هيبقى فيه أشخاص، مخزن مثلا أو يعني حاجة ممكن عدد الأشخاص اللي فيها ودخول الأشخاص فيه ليميتد جدا، خلاص ممكن ما نحتاجش إن إحنا نعمل له سيزميك بروتكشن. وطبعا في حاجة معروفة جدا اللي هي اسمها الإيرثكويك مابس، اللي ممكن نلاقيها في ستاندردز معينة بيقول لك المكان ده مثلا عرضة، يعني بلد معينة مثلا دي عرضة للزلازل أكتر من بلد ده. طيب وزي ما قلنا ليه بنعملها، الستريسز ان ذا بايبنج ديو تو ديفرنشال بيلدينج موفمنت بنقللها or minimize using flexible joints or clearances. ممكن نعمل bracing is used to keep piping rigid when supported from a building component expected to move as a unit such as a ceiling، إنها تتحرك كيونت واحدة، و يعني المبنى والبايبنج والفاير بروتكشن بايبنج بتتحرك كيونت واحدة زي ما قلنا من شوية. طيب بنحمي بقى، دي بقى الحتة المهمة، ازاي بطرق الحماية من الزلازل او السيزميك بروتكشن. 4 حاجات مشهورين جدا لازم بنعملها او بنطبقها، في البريسنج لو السويب بريسنج ده هيبقى ليه فيديو منفصل، وبرده الريسترين جوينتس كل واحده من دول هيبقى ليها فيديو، وفي السبيسنج او كليرنس، وفي الفليكسيبل كابلنج. طيب ولازم ناخد بالنا من حاجه، ان اي حاجه هنركبها على البايبنج للحمايه من الزلازل فيها تعتبر obstruction، يبقى ساعتها لازم نرجع
لشابتر الابستراكشنز، يعني لو في مثلا تريسنج وهنعرف عارفين شكله هيبقى عامل ازاي، يوبستراكت مثلا سبرينكلر، فساعتها يعتبر اوبستراكشن ولازم نحافظ على الكليرنس اللي ما بينه وما بين الابستراكشن ده. طيب هنتكلم في الفيديو ده، اول حاجه هنتكلم عليها ان اخترنا نتكلم عن الفليكسيبل كابلنج، هو ابسطهم. طيب ايه الفليكسيبل كابلنج؟ بنيجي عند البايبس، من ناحيات البايبس بنعمل زي جروفنج، والجروفنج ده بيتركب عليه حاجة اسمها الاستوماريك جاسكت، بيبقى فيه جاسكت، ودي كده زي ما قلنا ناحيات البايبس، وبيتركب الهاوسنج أو اللي هو الكابلنج، نقدر إن احنا نربط تو بايبس مع بعض. فده كده طبعا من المنظر ده معناه إيه؟ إن لو حصل أي موفمنت في البايب دي ممكن الاستوماريك جاسكت ده هيمتص الحركة دي، يعني في بقى في flexibility ما بين التو بايبس في الحركة، على عكس مثلا اللحام، لو أنا جيت لحمت التو بايبس دول إيه اللي يحصل؟ خلاص هما يعتبروا بايب واحدة، وأي movement في البايب دي هتأثر على البايب التانية، أو ممكن تتكسر تبقى نقطة failure. لكن هنا وأنا مركب coupling، لا مش ممكن ما يحصلش الموضوع ده. فهو بيقول لك هنا إيه؟ الكابلنج ده بيسمح اللوز الاكسيال ديسبليسمنت والروتيشن، وبرضو at least 1 degree of angular movement of the pipe without inducing harm on the pipe، مش هيبقى فيه اي ضرر على البايب. كمان الفلكسبيليتي can be provided by using زي ما قلنا من شوية listed flexible couplings by joining groove and pipe at critical points، دي كده considered as a critical point. طيب ومعلومة اللي احنا عارفينها لأي حد شغال في التركيبات، إن احنا دايما في مقولة معروفة كده إن البايبس أقل من 65 أو up to 50 مللي مش لازم إن احنا نعمل لها جروفنج، أو مش لازم إن احنا نعمل لها كابلنج. ممكن نعمل لها إيه؟ بتبقى ممكن تبقى ثريدد عادي أو ويلدد، بيبقى يعني مسموح بالريجيد كونكشن. ريجيد تايب كابلنجز برمت less than 1 degree of angular movement not considered to be flexible coupling، يعني ده كده ما يعتبرش flexible coupling لو المقاس أقل من 50 مللي. أهو بيقول لك تاني إن flexible couplings joining groove in the pipe shall be provided as flexure joints to allow 65 millimeter or larger to move differentially، يعني لازم تكون أقطار المواسير دي 65 أو أكبر يبقى مسموح إن هي تتحرك بحرية. طيب الديتيلز دي بتوضح لك إمتى نركب الفليكسيبل كابلنج. أول نقطة بيقول لك بنركبها فين بقى؟ يعني أنا خلاص خدت قرار إن أنا أركب فليكسيبل كابلنج، إلزام يركبها فين؟ لو انا عندي رايزرز صاعد في مبنى مثلا، في شبط جوه شبط، الصاعد ده لازم اركب في التوب اند البوتوم وفور رايزرز وزن 60 مللي، او اسف 600 مللي اللي هي 60 سنتي، يعني لو تسين مثلا ده الروف خلاص يبقى انا 60 سنتي منه بعمل فليكسيبل كابلنج. طبعا بالإضافة لحاجات تانية، هنا مثلا كاتب لك 4-way bracing زي ما هنعرف إن شاء الله في فيديو تاني، بس لازم هنا أركب flexible coupling. طيب هل في كل الرايزرز أعلى نقطة فيه بعد 60 سنتي من أعلى نقطة بركب ال flexible coupling؟ لا، لو الرايزرز دي أقل من 90 سنتي مش لازم ان انا احطها. طيب لو الرايزرز دي 90 ل 2 متر 10 برضو
بنركب واحد بس، ممكن يبقى بنركب واحد، يعني هو قايل لك إن إحنا بنركب في التوب والبوتوم من الرايزر. أنا كده ركبت واحد هنا وركبت واحد هنا في التوب والبوتوم عند أوطى ليفل وأعلى ليفل. طيب لو أنا زي ما قلت من شوية الرايزر ده 90 سنتي بس، يبقى مش لازم أركب أصلا لا فليكسبل كابلنج هنا ولا هنا. طيب لو من 90 لـ2 متر 10، يعني لو الارتفاع ده لحد 2 متر 10، هو يا إما أركب فليكسبل كابلنج في أعلى نقطة يا إما في أوطى نقطة. طيب بركبه فين كمان؟ عندي أي بنتريشن في أي دور، يعني ببنى مثلا 10 أدوار وعندي الرايزر ده بيخترق الأدوار الفلور سلابس، لازم أركبه 30 سنتي أباف أند 60 سنتي تحت الفلور المالتي ستوري بيلدينج. يعني مثلا لو افترضنا إن ده الدور تالت مثلا، 30 سنتي لفوق بركب فليكسبل كابلنج و60 سنتي لتحت بركب فليكسبل كابلنج. طيب بركبه فين تاني؟ على جوانب أي حوائط كونكريت وولز، يعني لو عندي مثلا بيزمنت دايما هنلاقيها في البيزمنت، والبيزمنت ده فيه كونكريت وول عرضها مثلا 80 سنتي، والبايب هتخترق الكونكريت وول دي، بركبها على الناحيتين خاصة بالوول. يعني لو أنا دي مثلا وول، في شير وول مثلا أو كونكريت وول دي، وفي بايب هيبقى بنتريت البايب دي الوول دي، هركب فليكسبل كابلنج من الناحية دي وفليكسبل كابلنج من الناحية دي على بعد 30 سنتي يمين و30 سنتي شمال. طيب ايه تاني؟ لو عندي اكسبانشن جوينت في المبنى برضو اركبها 60 سنتي يمين و60 سنتي شمال. برضو لو عندي رايزرز زي ما قلنا 60 سنتي above الرايزر ده و60 سنتي من تحت الدور اللي تحته. اه لو عندي رايزر وفي سبورت، يعني مثلا الرايزر ده انا همسكه في الول بهانجر مثلا، موبايل بهانجر في النقطة دي 60 سنتي فوقيه و60 سنتي تحتيه، بركب برضه فليكسبل كونكشن. ليه؟ لأن في الهانجر ده أو السبورت اللي هو ربط البايب بالول خلاها ايه والول ايه كأنها نقطة ثابتة، وبالتالي أي حركة lateral movement مع زلزال أو حاجة ممكن تبقى البايب تتكسر من النقطة دي، فعشان كده نركب فوقيها بـ60 سنتي فليكسبل كابلنج وتحتيها فليكسبل كابلنج. الصورة دي متاخدة من NBA فيرجن 22 برضو أهي، دي كده لو في بنتريشن في دور مركبين فليكسبل كابلنج، وعندنا هنا برضو مركبين ده بالإضافة لحاجات تانية اللي هي دي بقى ده البريسك اللي إحنا هنتكلم عليه إن شاء الله، تو واي بريسك. يبقى في البنتريشن يفضل أو إلزامي بعض الأحيان إن أنا أركب فليكسبل كابلنج. ادي اهو مبين لك، لو انا عندي رايزر وبعمل بنتريشن فلورز، ده دور وده دور، هتبقى هنا 30 سنتي وهنا 60 سنتي من فوق ومن تحت ومن فوق. طيب لو انا خدت برانش بقى برضو من الرايزر ده، برضو بركب فليكسبل كابلنج، او ممكن بقى ساعتها بيسموه فليكسبل البو في الجزء ده مع الترانش اللي ماشي. طيب برضو في نقطة متكلمين عليها في NBA 22، الفليكسبل كابلنج بنركبها فين؟ لو أنا عندي مثلا راك سبرينكلر في المخازن، المخازن بيبقى دايما عندنا سيلينج سبرينكلر، يعني مين بايب ماشية في السقف، وعندي دروب كده برانش
بنزل بيه عشان احمي الركاب دي. طيب كده برضو البرانش ده بالاضافه ان انا اعمل له سبورت مع الراك، انا مثبته في الراك، هو محتاج برضو يتعمل له فليكسبل كابلنج على اساس اي لاترال موفمنت للمين بايب دي على طول ممكن نلاقي كسر ممكن يحصل في البايب دي، وبالتالي ممكن تأثر على الركات، ممكن مثلا الركات دي تتقلب نتيجة الحركة أو نتيجة إن في ريجيد بايب مربوطة بيها مربوطة بالسيلينج بايب، فلازم يبقى في فليكسيبيليتي في النقطة دي. دي قايلها لك هنا إن هي وزن قد إيه؟ 60 سنتي، 60 سنتي من السيلينج بايب بركب فليكسيبل كابلينج. وكذلك برضو 60 سنتي من أول راك بايب أو أول برانش أهو وزن 60 سنتي above the upper most drop support attachment، هي دي 60 سنتي من. وفي معادلة طبعا طبقا ليه الكود اللي هو اس اي اي والاي اس سي اي، يقول لك ازاي تحسب الديفرنشال موفمنت اللي ممكن تحصل في الراك عن طريق الايكويشن دي. فيها فاكتور اسمه الاتش. طيب الاتش ده اللي هو عبارة عن ايه؟ الاتش ده هو ارتفاع الراك عن الفلور. يعني أنا عندي ده ارتفاع من الفينش فلور للسيلينج حوالي 6 متر. طيب ارتفاع بقى الراك كام؟ ممكن يبقى مثلا 5 متر، يبقى دي الاتش، وبضربها فاكتورز الاس 1 ده حاجة اسمها 1 second period spectral acceleration، حاجة طبعا ليها علاقة بالزلازل شوية. وفي فاكتور تاني coefficient تاني اللي هو 1 second period side coefficient. طب عادة الـ values دي ممكن نختصرها بـ factor 4.25، ده دايما ده المتعارف عليه أو accepted بالنسبة للـ CS protection codes، ومنه بنقدر نحدد الحركة اللي هتحصل في الراك lateral موفمنت اللي هتحصل في الراك هتبقى مقدارها قد ايه. يعني دي ممكن ما تهمناش، او ممكن اللي يهمنا زي ما احنا شوفنا في الفيديو ده كده اماكن بنحط فيها الفليكسيبل كابلنجز بتبقى فين، الويك بوينتس زي ما قلنا ملخص الفيديو، البنتريشنز بتاعت الفلورز بنحطها من فوق ومن تحت، الترمينيتنج بايب في الروف اللي رايحه ليه الروف لازم بنعمل فيها flexible coupling، ولو عندي expansion أو عندي concrete wall بنحط flexible connection أو flexible coupling يمين وشمال الwall. وعرفنا برضو الميكانيزم بتاع flexible coupling إن هو عبارة عن الهاوسنج هو بيبقى كاستد وتحتيه elastomeric gasket وبيربط التو اندز بتاعت الباي. يبقى ده الملخص لأول نقطة السيزميك بروتكشن اللي هي فليكسيبل كابلنج، ازاي او فكرة عمله عبارة عن ايه، زائد الأماكن كريتيكال اللي احنا لازم نحطها فيه. شكرا.